دائما نحن نفتخر وبنعتز وقت اللي بيكون لنا زميل بالمجال الاعلامي متميز ومبدع، فكيف اليوم اذا كان ضيفنا هو مخرج وكاتب وصحفي ومعد برامج في الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون؟ يعني هذا الشيء اكيد بيعمل حاله شغف لكل الاعلاميين. صحيح رشا، ضيفنا اليوم مميز في رصيده 5 افلام روائيه قصيره وعرضين مسرحيين وعدد من الافلام الوثائقيه، وفاز مرتين بمسابقه المؤسسه العامه للسينما في سيناريو سينما الاطفال، وفاز بالمركز الاول في مسابقه النص المسرحي الموجه للكبار والتي تقيمها مديرية المسارح والثقافة في وزارة الثقافة، بالإضافة لعمله ككاتب صحفي مختص بالشأن الثقافي ومعد برامج في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وأيضا إضافة لموهبته بكتابة القصص القصيرة. خلونا نستقبل الإعلامي والكاتب والصحفي والمخرج محمد سمير طحاني. سعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير ميرمين. صباح الخير رشا. سعد صباحك. يعني احنا اشتقنا لك، زملاء عمل وكنا هيك بفترة مع بعض، دائما يعني كنا نشعر بسمير عنده حاله انفراديه ابداعيه لحاله، عنده هيك طريق دائما تحسيه شارك بس هو ما انه صافن ابدا، هو عم يفكر بشيء مشروع جديد. فاليوم احنا كثير مبسوطين بوجودك وكثير بنفتخر بالشيء اللي سويته. خلينا نروح للانجاز الاخير وفيلم بوضه يلي كثير اليوم اخذ ضجه وشفنا بعض المقاطع له، خلينا نحكي عن الفكره. يعني ودائما احنا بنقول الالم هو مصدر للابداع، واليوم ابداعك كان مصدره سنوات الحرب يلي مرقت على سوريا. بداية أنا سعيد اليوم لأني معكم، اليوم عيد ميلادي فأنا عم بلش عامي الـ 43 وعم بختم عامي 43، عم بلش بالـ 44 هلأ معكم بهذا اليوم. فيلم بوظة هو بيحكي عن حلم طفلة من خلال سنوات الحرب. كان مشروعي هو الاهتمام بالإنسان السوري بمختلف شرائحه، الاهتمام بتفاصيله، بأحلامه، بكل ما يتعلق بحياته وبعدة مجالات. في المجال الفني اهتميت بشريحة الأطفال وشريحة النساء بشكل أساسي، قدمت من خلال هذا المشروع عدة أفلام وثائقية وأفلام روائية قصيرة وأيضا مسرحيات. فيلم بوظة بيحكي عن حلم لطفلة كانت وحيدة في سنوات الحرب، عاشت بدون السند، بدون الأمان، بدون الأسرة. نشوف حكايتها بطريقة ليست مباشرة، نطرح دائما القصة بطريقة الفلاش باك، نشوفها هي بطريقة داخلة إلى الشام لتستلم جائزة في مسابقة دولية للرسم بعد ما تم اكتشاف موهبتها في الرسم، وأثناء الطريق للوصول إلى مكان الاحتفال تبدأ تداعيات الذاكرة واستحضار القصة لنعرف ما حصل مع طيلة هذه السنوات، لنكتشف في النهاية بأنها تمتلك حلم هو بالنسبة لها حلم كبير، ولكن الآخرين قد يجدونه يعني حلم صغير. القصة هي مبنية على الرمزية، على الكونتراست، التضاد ما بين قسوة الحياة وما بين حلاوة الحلم، ما بين أهمية الاهتمام بأحلام الأطفال، احتضان هذه المواهب، رعايتها، دعمها، مساندتها. هي دعوة اليوم للاهتمام بهذه الشريحة التي تمثل مستقبل سوريا، مستقبل سوريا الذي نعمل جميعا من أجله ليكون مستقبل واعد وجميل، لنتخلص من آثار هذه السنوات العجاف. وش نتمنى لك العمر كله يا رب ومزيد من التألق والنجاح. وانتم بخير. وانتم بخير. خلينا ننتقل هيك لأجواء التصوير والكواليس، نحكي عن اختيار الممثلين، كيف كانت الأجواء؟ وهي يمكن من أصعب الأعمال اللي بتكون الدرامية والفنية والسينمائية هي اللي بتظهر الحالة النفسية، فما بالك عم نحكي عن حالة نفسية لطفلة، فكمان كيف قدرت تترجم هذا الشعب للكاميرا؟ 100%. اليوم أصعب أنواع الفن هي التي تتعامل مع العوالم الداخلية للإنسان وخاصة الحالات النفسية المركبة أو المعقدة، أضيف إلى ذلك عندما يكون الموضوع مرتبط بالطفل. الطفل هو عالم مليء بالغرائب، مليء بالخيال، مليء بالتضاد والرمزيات، يعني الدخول له ليس بالأمر السهل أبداً. نص بوظة أنا كتبته منذ 5 سنوات، نال جائزة مديرية الإنتاج التلفزيوني في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون منذ 2 أو 3 أعوام، لم ينتج لأسباب إنتاجية. عندما أتينا لننفذ هذا العمل حرصت أنا أن يكون يعني الصورة تحكي بدون كلام.
تركيبة الكادر، المكان الذي اخترته، اخترت الزبداني، منطقة الزبداني، وكان يعني وفقنا بأنه كان في منخفض جوي وكان هناك ثلوج لإعطاء حالة التضاد ما بين قسوة الثلج ومرارة البرد والوحدة، وما بين رمزية الفيلم في البوضة وهي ترمز لحلاوة الحياة على بساطتها. فتم التركيب ما بين هذه المتضادات. اختيار الممثلين كان أمر جدا صعب. الحامل الأساسي للعمل هو طفلتين، كان جدا صعب إيجاد طفلتين موهوبتين قادرتين على إعطاء هذه الحالة بطريقة عميقة. إدارة هاتين الطفلتين لم يكن بالأمر السهل أبدا، كان يتطلب جلسات طويلة لبناء الثقة، لبناء حالة تفاعلية لأستطيع أن أخذ منهم يعني الحالة اللي بدي إياها. التعبير كان تعبير داخلي، تعبير بالعيون، بتعابير الوجه، بحالات انفعالية، الكلام جدا قليل، فهذا تطلب جهد مضاعف. أضيف إلى ذلك أنه كانت ظروف العمل قاسية وصعبة، صورنا في الثلج وبرد، كنا حريصين على سلامة الأطفال اللي معنا دائما، يعني كنا ناخذ لقطتنا ودائما نرجعهم على أماكن الدفا. بنفس الوقت ما كان بدي أرهقهم، ما بدي حملهم فوق طاقتهم. العمل هو موجه للأطفال ويحكي عن الأطفال، فأكيد ما بيصير يعني يكون اللي يدفع الثمن هو معاناة. كمان شو أعمار الطفلتين؟ كان 5 سنوات جوليا، وشهد الشطة عمره 10 سنوات. شهد عندها تجربتين كان بالتمثيل، وهي اليوم كمان عم تمثل بأحد الأعمال الدرامية. البنتين موهوبتين، جريئتين، عندهم شغف، عندهم حب للتمثيل، فهذا أنا اعتمدت عليه جدا في توصيل الحالة، وبتمنى أن يكون وفقت بهذا الموضوع إن شاء الله. سمير، ذكرت نقطة أنه دائما أنت كنت حريص ضمن الفيلم أنه الصورة تحكي من دون حكي، يعني اليوم قدامهم تكون أنت الكاتب والمخرج لهذا النص، قدي هذا الشيء بيعطي بضيف للعمل. اليوم أنت بجوز قادر تتخيل شخصياتك على الورق، قادر تحركهم بالاتجاه اللي أنت حابب فيه، قدي اليوم أضافت لك هي التجربة. المشروع، أنا مشروعي متكامل، وإن كان هو مجزأ في عدة أماكن، يعني الكتابة والإخراج هم مكملان لبعضهما، عملي الإعلامي والصحفي مكمل لهذا المشروع. صحيح. الكتابة في القصة القصيرة، الكتابة والإخراج في المسرح، يعني كل بشكل هذا المشروع الفكري الثقافي الفني اللي عم اشتغل عليه. طبعا اليوم لما أنا بكتب النص وأنا بنفذه، أكيد حيكون الرؤية أوضح، حوصل رسالتي بشكل أكبر وأعمق. أنا بعرف شو بدي، بعرف كل كلمة، كل تفصيلة أنا كاتبها شو بعني فيها. هذا الشيء أكيد بيساعدني. أنا عم راكم خبراتي عمل بعد عمل، عم بعتمد على ذاتي بهذا الموضوع. أنا لم أتلقى تعليم في الإخراج ولا في الكتابة، كله هو عبارة عن اجتهاد شخصي، ولا أعتبر نفسي محترف، أنا ما زلت هاوي في مجال الفن ومجرب، وأبحث عن هوية خاصة في هذا المجال، وأسعى لأن أوصل رسالتي، رسالة بناء الإنسان، الاهتمام بالإنسان، الإنسان السوري والإنسان بشكل عام، لنكمل الحياة، لأن الحياة دائما فيها شيء يستحق لأن نعمل. صحيح. من أجله. أكيد. حضرتك متميز بعدة مجالات مثل ما ذكرنا بمقدمة الفقرة، بالمسرح، بالأفلام الوثائقية، حتى إخراج الأفلام القصيرة. خلينا نحكي على المسرح، يعني كان لك تجربتين مثل ما ذكرنا، خلينا هيك نسترجعهم مع بعض ولو سريعا، ونحكي إذا في مشاريع قادمة رح تكون. المسرح أيضا هو شغف قديم، أنا كنت ممثل مسرحي في المسرح الجامعي. قصة المسرحيتين هم بالأساس كنت كاتبهم فيلمين، لم يجدوا طريقهما إلى الإنتاج، فحولتهم إلى نصوص مسرحية. النص الأول هو نص الطين الأحمر، نال منحة في مشروع دعم مسرح الشباب، وهو النص السوري الوحيد الذي نال. كل بقية النصوص كانت هي مأخوذة عن نصوص عالمية، وتعلمون بأن لدينا أزمة نص مسرحي في سوريا. صحيح. وفي قلة وندرة في النصوص المسرحية الجديدة. حلفني الحظ بأنه نلت هذه المنحة وقدمت هذا العرض عام 2019 على مسرح القباني، وهو مونودراما لكن في شخصيات أخرى جسدت عن طريق الشاشة.
كان في دمج ومزج ما بين الشاشة السينمائية والخشبة المسرحية، وهو مشروعي الذي عمل عليه في المسرح لتقديم فرجة مسرحية مختلفة مغايرة تحترم ذائقة المشاهد وتقدم له المتعة والفائدة، وبذات الوقت توصل رسالة العمل الهادفة التي أعمل من أجلها. أيضا عرض تماس أو نص تماس نال المركز الأول في مسابقة مديرية المسارح والموسيقى في دورتها الأولى للنص المسرحي الموجه للكبار، وتم تنفيذه عام 2021 أو 22 وعلى مسرح القباني أيضا العام الماضي، مثل هاليوم كان آخر يوم عرض. وبيحكي عن شخصيتين، وأيضا هو تكثيف لحالة عشناها خلال سنوات الحرب بنوع من إظهار نموذجين إنسانيين لكنهم بيختزلوا عدة شرائح من المجتمع السوري. طرح من خلاله عدة أفكار، حالة من التوافق، حالة من الخلاف، حالة من الحوار، حالة من التضاد، وصولا إلى طرح عدة أسئلة وترك الباب مشرع كي نبحث عن إجابات لهذه الأسئلة علنا، يعني نصل يوما ما للحياة المشتهى التي نرغب بها إن شاء الله. سمير، خلينا هيك عم نحاول نغطي ما شاء الله معظم الإنجازات اللي اشتغلت عليها. موضوع المسرح لحاله يعني هو بنفتح له أكثر من سؤال. صحيح. يعني ولكن خلينا هيك نغطي، نرجع لل 2015 لفيلم اللعبة وإشارة حمراء. دائما كنت بالفيلمين مركز على موضوع المرأة خلال الحرب، وهي عن جد تستحق التركيز. يعني شفناها بالحرب تحملت أكثر من طاقتها، يعني كانت الأم، كانت المربية، كانت على الجبهة، كانت بالميدان، كانت بالممرضة والطبيب يعني. فخلينا هيك من خلال كيف وصلت هاي الفكرة من خلال هدول الأفلام. فيلم اللعبة هو أول فيلم أقوم بإخراجه، وهو فيلم بدون ميزانية تم تصويره كاملا بجهد تطوعي وكمشروع شبابي مع زملاء وأصدقاء مصورين وصحفيين وممثلين وفنانين وفنيين. كان مشروعنا كلنا يعني. تم تصويره بطريقة سينمائية بحتة، الاعتماد فيه كان على الأداء التمثيلي الإيحائي وعلى الرقص التعبيري، ما في كلام نهائيا، 10 دقائق مدته. بيحكي عن الفقد، فقد المرأة لسندها لشريكة، وقديش هذا بيكسر في معنوياتها، في روحها، في نفسيتها. ولكن قدرة المرأة السورية دائما القوية، حفيدة عشتار وحفيدة زنوبيا، القادرة دائما على أن تنهض وأن تكون قوية في كل الأزمات، تظهر لنا في هذا الفيلم. هي لم تقبل أن تكون لعبة في مهب الريح، هي ملكة متوجة على عرشها. حاولت من خلال هذا التكثيف وهذه الرمزية أن أوصل رسالة هذا، يعني رسالة الفيلم بهذه الطريقة. ما تبقى من أفلام هي تحكي عن شريحة الأطفال. إشارة حمراء أيضا نال، يعني هون تنويه أنه كل الأعمال التي نفذتها هي كانت فائزة عن لجان تحكيم، لم وما أتقدم. في هذا الإنتاج القوي، ما في انتاج اكيد، نحن يعني بنضعف اليوم القدرات تماما، عندنا امكانيات ضعيفه اليوم. الجهات الحكوميه التي تنتج السينما هي المؤسسه العامه للسينما فقط، الجهات التي تنتج المسرح هي المديريه العامه للمسارح والموسيقى فقط، والتقديم يعني ليس بالامر السهل. انت تقدمين على مسابقه، في حال نجح هذا النص يتم تبني وإنتاجه بعد عام أو عامين. فبقية الأفلام، إشارة حمراء أخذ منحة إنتاج ضمن مشروع دعم سينما الشباب، رائد فضاء أيضا أخذ بالعام الذي يليه مع فيلم قضبان المدينة نفذه فادي رحمون. كلها هي أفلام خضعت للجان لنوع من المسابقة حتى نالت فرصتها في الإنتاج، وهو كل متكامل. يعني اليوم أنت عندما ترين هذه الأفلام مع هذه المسرحيات، وإن كانت هي أعمال مستقلة بحد ذاتها كل عمل لحاله، لكنهم بشكل سلسلة تحكي عن هموم وأوجاع هذا الإنسان السوري. نعم، ما دام الشغف موجود يمكن الأحلام ما بتوقف أبدا. رح نترك هيك ولو سريعا بالدقائق المتبقية كلمة الختام إليك، إذا بتحب توجه أي رسالة أو بدك حابب تخبرنا عن أي مشروع عم تحضر له.
المشاريع لا تتوقف طالما نحن على يعني قيد الحياة، يجب أن نكون جديرين بهذه الحياة. هناك دائما مشاريع فنية وإعلامية نعمل عليها، وإن شاء الله تلقى يعني فرصة للظهور والوصول إلى الناس. شكرا لكم على هذا اللقاء، كل تمنياتي لكم بدوام التوفيق ولهذا الدعم كل الشكر. شكرا لك سمير لحضورك اليوم، وأكيد نرجع نعايدك، بنقول لك إن شاء الله هيك حياة مليئة بالسعادة والحب. ودائما نحن بنقول إنه إحنا بحاجة لدعم المواهب الموجودة عندنا، يعني اليوم عم تقول سنتين ليشوف الفيلم الضوء، طيب من هون لسنتين بجوز هذا الشغف يروح، بجوز القصص تتغير، الواقع يتغير يعني. فاليوم نحن بحاجة لهذا الدعم، إن كان إنتاجيا وإن كان من الجهات المعنية. شكرا كثير لحضورك، بنتمنى لك التوفيق، ومبروك أكيد على كل الجوائز اللي حصلت عليها. شكرا جزيلا، شكرا لكم. شكرا لك. شكرا كثير، وأهلا وسهلا فيك.